تشيتوكريشنا مورتي هو مؤلف متحدث وفيلسوف هندي تزاد عام 1895 في مدنابال وسط واحد العائلة اللي تتنتمي لتلجو برامانز. كيف ما حتى احنا عندنا السنيين والشيعة، برامانز هي طائفة ضمن الطوائف الهندوسية. هاد الطائفة تكونوا مجموعين فيها بالخصوص غير رجال القانون، الأساتذة، الكهنة والمعلمين ديال الدارما. دارما هي كلمة تتستعمل بزاف في الروحانيات والديانات الهندوسية، وهاد الكلمة تتجسد القانون ديال الطبيعة والعدالة، والبرامان تيخدم على الحماية ديالها وتيحرص على أنها تبقى تتحترم من طرف جميع الطوائف المقدسة الأخرى ديال الهندوسية، وهاد الشي في المعتقدات ديالهم باش يتم الحفاظ على النظام ديال الكون. تسمى كريشنامورتي بهاد الاسم لأنه كان هو ثامن دري في خوتو. هاد الاسم هو مقدس عند الهندوسيين لأن الحياة ديال البرامان تتنقسم لأربعة ديال المراحل. في العادات والتقاليد ديالهم تسميوهم أشرمة. في الطفولة ديال البرامان في المعتقدات ديالهم الهندي تتعطاه فرصة ولادة من جديد، وهكا تيولي مولود جوج مرات. كما قلنا كريشنامورتي كان هو ثامن دري في خوتو، لهذا تسمى بهذا الاسم. مورتي بالسانسكريت، والسانسكريت هي لغة هندية قديمة تتعني الفورمة ديال الحاجة أو التعبير، وكريشنا تتعني اللون القاتم أو الأسود. وهاد كريشنا تجسد قوة من القوى الأساسية اللي كاينة في الهندوسية، هو الأفاتار أو الولد الثامن ديال الإله فيشنو اللي تعتبر الإله الثاني ديال التريمورتي. والتريمورتي ككلمة تتعني ثلاثة ديال الأشياء. هاد التريمورتي في المعتقدات الهندوسية هو التجلي ديال القوة الإلهية العليا اللي تتنتشر على ثلاثة ديال الأشكال في كل أنحاء الكون. والآلهة اللي تجسدوا هاد التريمورتي هما فيشنو، براهما وشيفا. كريشنامورتي كانت عنده صحيحة على قد الحال، وكان غالبا ما تتعرض للتعنيف من طرف المدرسين والأب دياله. من بعد من الوفاة الأم دياله فاش كانت عنده 10 سنين عاش تحت من الوصاية ديال الجمعية الثيوسوفية اللي كانت تتنبأ به وتتقول أنه هو اللي غادي يكون معلم العالم أو بودة ديال العصر الحديث. فاش كانت عنده 34 عام تخلى كريشنامورتي على التفكير الروحاني والهندوسي باش يتحول لواحد المفكر حر اللي سيجول العالم باش يوصل الأفكار دياله. درس في مجموعة ديال الجامعات العالمية من بينها جامعة باريس سوربون. توفى عام 1986 في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. الأفكار ديال كريشنامورتي تتلخصوا كما قال هو نيت في النص ديالو ديال قلب التدريس اللي تيقول فيه أن الحقيقة هي واحد البلد اللي ما عندهاش طريق. باش توصل لهاد الحقيقة اللي تسميها هو فن الرؤية، هاد الحقيقة بالنسبة ليه ما يمكنش تكون وسط ماشي منظمة أو عقيدة أو طقوس أو مقدسات أو في شي فلسفة ولا تقنية نفسية. الإنسان ما غادي يقدر يوصل لها إلا بالتأمل، تأمل في داكشي اللي عنده الداخل في الأعماق ديال دماغه. تيقول أن الصور والرموز والتقاليد والعادات وحتى المعتقدات كلهم غير عقبات، وهما السبب الرئيسي في جل الصعوبات التي يواجهها البشر. وتيقول أن النظرة ديال الإنسان للحياة تتولي مسيرة من طرف ديك الأفكار المتجدرة اللي عشات وسط من العقل ديالو. بهذه الطريقة الإنسان تيكون غير منتوج مادي سطحي ظاهري ديال واحد الثقافة معينة. أغلبية الأحيان تتكون ديك الثقافة اللي القرص وعايش فيها. الحركة الأفكار ديال كريشنامورتي تتفرق بين المفكر والفكرة ديالو، المتأمل وأداة التأمل اللي تستعمل، المجرب والتجربة ديالو. إلا استوعبنا هاد التفريق غادي يتحرر عندنا واحد التأمل خالص، كنتيجة غادي ينتج عندنا واحد التغيير جذري وعميق في الداخل ديال دماغنا. غادي نقرأ عليكم الفصل 23 من الكتاب ديالو ديال معنى السعادة اللي تهضر فيه على ضرورة الإحساس بالوحدة عند الإنسان. ما تجيكش غريبة بزاف فاش تلاحظ أن في هذا العالم اللي هو مليء بجميع أشكال والأنواع ديال اللهو والمرح تنكونوا تقريبا كلنا غير متفرجين، ونادرا فاش تنكونوا ممثلين. تنقلبوا على شي كتاب أو رواية أو مجلة، أو لا تنشعلوا التلفازة الراديو، تنتلاقوا ناس باش ندوزوا معهم الوقت في الجماعة وفي الهضرة. تنرغبوا ديما وتنطالبوا في أننا ديما نبقوا مرفاهين، وهذا الشي باش ننصالخوا على نفوسنا في الحقيقة. هادشي كامل حتى نخافوا نبقاو بوحدنا، نبقاو بلا حتى شي واحد يونسنا. تنخافوا بزاف نبقاو بلا حتى شي ترفيه وبلا حتى شي حد في جنبنا، سواء كان حيوان ولا انسان. قلالين هادوك اللي تيمشيو يتنزهوا في الجرده بلا ما يسمعوا الموسيقى، بلا ما يتحدثوا، بلا ما يديروا حتى شي حاجه وحده اخرى، من غير انهم يتمشوا بهدوء ويتاملوا ديك الاشياء اللي تتكونهم وتتحيط بهم. هاد القضية تقريبا عمرنا ما تنفكروا نديروها، لاننا فاش تنديروها تنملوا وتشدنا القنط بواحد الطريقه رهيبه. حنايا محبوسين في القطار الروتيني ديال التدريس والقرايه، الميناج في الدار او الخدمه على برا،
وفي الوقتات ديال الفراغ تنقلبوا ديما كيفاش نفوجوا على راسنا سواء بالجد او اللعب والمرح. تنقراو كتبه او تنمشيو للسينما او تنتوجهوا لجهه العباده، الشيء اللي هو تماما ترجع لنفسه. حاول تبقى بوحدك بلا حتى شي نوع من انواع الترفيه، وغتلاحظ انك دغيا غادي تشعر برغبه فانك تهرب من راسك وتنساه. هادشي تفسر الاهميه الكبيره اللي كاينه في داكشي اللي تنسميوه الحضاره، هاد الهيكل الداخلي المتخصص في الترفيه المهني، ترفيه الموحد. الا كنتي متامل غادي تلاحظ ان في هاد العالم الناس غداو تترفع، غداو تتسوفيستيكا، تتصنع وتتولي اكثر واكثر ماديه. تكاثر ديال الملذات، الاشهارات ديال اعمال وانجازات لا تعد ولا تحصى، الجرائد والكميات ديال الصفحات على الاحداث الرياضيه، هادشي كله هو الدليل الواضح اننا تنبغيو ديما نبقاو مرفهين باستمرار، لاننا في الحقيقه فقراء ومملين وتنحسوا بفراغ كبير لداخل ديالنا. تنستعملوا العلاقات ديالنا الاجتماعيه حتى هي باش نهربوا من نفوسنا. عمركم لاحظتوا شحال ان الاغلبيه ديال الناس وحيده، وباش يهربوا من هاد الوحده تيجريو للمعابد والكنائس والمساجد، تتفرجوا في التلفازه، تتصنتوا للراديو، تجلسوا في القهاوي، تقراوا الى اخره. ولكن شنو هي الوحده؟ بزاف فيكم تعرف مزيان هاد المصطلح. حاول تمشي تتراب بوحدك او تبقى في البيت بلا ما دير حتى شي حاجه، وغادي تشوف شحال ان الملل والقنط غادي يجيو دغيا. هاد الاحساس مألوف وكلنا تنعرفوه، ولكن قليل اللي تتسائل علاش تيجينا هاد الملل وهاد القنط. قليل اللي بصح تسائل وحاول يلقى جواب. الا تاملنا في هاد السؤال غنشوفوا بلي السبب ديال الملل ما هو الا الوحده. باش نهربوا من هاد الوحده تنبغيو نكونوا مجموعين مع بعضياتنا، ويكون عندنا شي شكل من اشكال الترفيه كما كان طقس ديال دين او اخر كتاب خرج الى اخره. قليل اللي تنجح في انه يتجاوز هاد الاحساس الجميل ديال الخوف اللي تنتج على الوحده، الا انه تتوجب علينا اننا نتجاوزوه، لان الكنز الحقيقي كاين في ما وراء. كاين واحد الفرق عظيم بين الاحساس بالوحده والوحده النيت بنفسها كحقيقه. يكونوا بعض الناس اللي هما باقيين صغار ما تيعرفوش بزاف شنو هو هاد الاحساس، ولكن الناس الكبار بزاف تيعرفوه مزيان. تعرفوا مزيان الإحساس ديال أنك تكون كلياً مقطوع ومنعزل على كل شيء، ديك الشعور بالخوف المفاجئ بلا حتى شي سبب ظاهر. دماغنا تعرف هذا الخوف فاش في واحد الفترة معينة تنتدركوا أنه ما غادي نقدروا نتكلوا حتى على شي حاجة واحدة أخرى، حتى شي نوع من أنواع الترفيه ما غادي يحيدنا ديك الحالة اللي تنكونوا فيها ديال الفراغ اللي تتحبسنا وتتسجننا وسط من نفوسنا. هذا هو الإحساس بالوحدة، ولكن الوحدة اللي تنقصد هي حاجة واحدة أخرى، هي واحد الحالة ديال الحرية اللي ما ستكونش إلا إلا دوزنا هاد الإحساس بالوحدة وفهمناه مزيان. وفي هاد الحالة ديال الوحدة ما ستبقى تتكل حتى على شي حاجة نفسيا، حتى على شي واحد، ما ستبقى تقلب حتى على شي نوع من أنواع الترفيه أو البليزيغ أو الملذات أو الراحة أو الامتنان. وغير في هاد الحالة هادي الدماغ ديالنا تيكون وحيد. هاد الدماغ هذا في هاد الحالة ما غادي يكون حتى شي حاجة واحدة أخرى مغير مبدع. انك تواجه الرعب والهلع الناتجين على الوحده، هاد الاحساس الغريب ديال الفراغ اللي تنعرفو حنا كاملين، هاد الاحساس هذا اللي تنحاولوا نهربوا منه بالمساعده ديال بزاف ديال انواع الترفيه والامتنانات بكل اشكالها، خدمه، العلاقات، الشراب، الشعر، الموسيقى. ما تنتداركوش نهائيا هاد القلق فاش تيجينا. فاش يجيك هاد الشعور بالوحده واجهه بلا ما تحاول تهرب منه باي طريقه. الا هربتي منه عمرك ما غادي تقدر تفهمه، وهاد الاحساس بالوحده غيبقى ديما تيتسناك. اما الا فهمتيه ومشيتي لما وراء ديال الوحده غادي تلاحظ وغتكتشف انك ما بقيتيش باغي تهرب وما بقيتيش باغي تثير الاهتمام، ولا يكون عندك شي شكل من اشكال الترفيه او يحسوا لجهتك بالامتنان، لان دماغك غادي يعرف وغينعم بواحد الغينه اللي حتى حاجه ما غتقدر تقضي عليه. وهذا الشيء غادي يبان لك حتى في القرايه. الا فاش كنتي تتقرا كنتي باغي غير تنجح وتجيب مزيان في الامتحانات ديالك، القرايه حتى هي غتولي غير طريقه باش تهرب من الوحده. تاملوا مزيان في هذه القضيه وغادي تشوفوا. هضروا شويه مع المربيين والمدرسين ديالكم وغتكتشفوا شحال حتى هما تعانيوا من الوحده وشحال حتى نتوما تتعانيوا منها. ولكن هادوك اللي تعرفوا يكونوا الداخل ديالهم بوحدهم، هادوك اللي القلب والكيان والدماغ ديالهم تحرروا من الاحزان والالام ديال الوحده، هادو هما البشر الحقيقيين وتيكونوا قادرين ينعموا بهذا الشيء اللي هو ابدي.